الانفان قطعها فوق 30 ما عندوش. واش الدكتور يمشي يدير سيزاريان في الكلينيك بالثمن ويخلي الضحيه؟ لا، حيت درويشه ما عندهاش فلوس. وحنا غادي نكريفيو في القصر الملكي سيدنا بولادنا نشربوا الماء والسكر على حقنا. حنا نضاليين وعاجز سيدنا انا هو الاب ديالها. هاد المرحومه هادي وهاد الاطباء ديال وهاد المحامين ديال الاطباء والزما كيجيو كيبغيو يخرجوا هما، وهاديك الروح اللي طاحت هي وبنتها وولدها خلاتهم مهاجر، وغادي كيطلبوا له الشرح المؤقت يمشي عند ولادو ويفرح بولادو. وانا بنتي شكون اللي عايش في بالي؟ شكون اللي عايفرحني بها عاد تدخل لعندي للدار؟ عمري ما تشوفها. هذا راه ماشي حق، هذا راه ماشي عدل. انا راه ما كان عندي انا السرح مؤقت، ما نبغي لهم شي سرح مؤقت، عمره ما يكون. هذه هي اللي كنطلب انا من رجال المحكمه، ما يقربوليش الا كاع يهضروا على السرح مؤقت. ولا كانوا غيخرجوا هو من السرح مؤقت يدوني انا بلاصتو، باش تسمى الحبس عامر بالقانون، يدوني انا بلاصتو. انا ما عندي ما ندير برا، ما عنديش ما ندير برا بلا بنتي، والطبيب يمشي يتفيك مع ولادو وينشط مع ولادو، وانا يضحك عليا، يضحكوا عليا هاد الناس كامله، ويضحكوا عليا هاد العداله، يضحك عليا بالقانون ديالي يزطبوا عليه، ما نزطبوا على القانون ولا. انا كنطلب الحقوق ديالي من بنتي، وهذه هي اللي كنطلب.